بقاو معنا باش تشوفوا هاد الاجواء بانوراميه زوينه ورائعه. حياتي ها انتما شوفوا معايا. هاي البلاصه اللي تشوف البلاصه ديال الحمام، الطروبيل هنايا مكسية بالفلوس. هازو تشوفونا داخلين هذا الصباح ونقول لهم في فاوي من انتما سننتقل الى هنا الى كوخ الدجاج. كسقر كتحط الوالدة تكون باش ما تضيعش البيض. هانتوما كما كتشوفو المدخنة، الدخان راه خارج من تما. كنتمنى يكون هادشي واضح. Bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. إذن مشاهدينا الكرام، غادي نستمروا في الرحله ديالنا والجولان ديالنا في هذه البلاصه هذه. إذن غادي نقتحموا هذا الباب. إذن هنايا هذه البلاصه هذه هي هو المعقل ديال احد يعني بعض العائلات هنايا. هنا فين كانوا، شوفوا الطريقه والمعمار كيفاش داروا، شوفوا النوع ديال التكتل الاجتماعي اللي كان هنايا. اذا فكاملين البيبان محلولين لهذا المراح هذا. كانوا ناس يعني كيضموا بيناتهم، وكان واحد يعني التفاعل الاجتماعي، وكان داك سيستيم باترياركا كما هضر عليه بول باسكون، وكما هضرت عليه رقيه بربرقيه.
هي اللي هضرت عليها عفوا، يعني مجموعه ديال السوسيولوجيين اللي هضروا على هذا النوع ديال المعمار وهذا النوع ديال السكن. اذا كان هو هذا المنفذ واحد واوحد اللي عندهم، يعني من هنا كيدخلوا من هنا كيخرجوا، كامل مع العلم انهم يعني مجموعه ديال العائلات اللي ساكنين في هذه البلاصه هذه. اذا كل هذه الابواب يعني لها باب واحد هو هذا. دعنا من هنا الخروج والاطلال على البحيره، يعني شوفوا الطريقه التقليديه، شوفوا السكن التقليدي كيفاش تبنى ويطل على هاد الجنانات هادو. وهذه عاوتاني كذلك دار فيها واحد المجمع سكني حتى هي. شوفوا النوع ديال البيبان اللي كانوا تعتمدوا في ديك الفتره. إذن مشاهدينا الكرام، نصل في هذه اللحظة إلى المرحلة الأخيرة من إنجاز هذا الشريط وهذا الوثائقي. إذن أقول لكم استمتعوا بهذه الأجواء وحاولوا اقتسام ويعني البارتاج مع الأصدقاء والعائلة من أجل الاستمتاع بهذه اللحظات الرائعة والرائعة جدا. تهلاو في روحكم.